قمة المواجهات والعنوان الأبرز لخامس الجولات. لقاء أصفر خالص، متعة وندية وتنافس. النصر والاتحاد، أجواء مختلفة، ترقب وتأهب من العشاق، وفي المعسكرين يتواصل الاستنفار والاستعداد. النصر ومن مرسول بارك ينشد الانتصار ووضع قدم له بين فرق المقدمة. أصفر العاصمة يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغه دور الثمانية من دوري الأبطال، 6 نقاط في الرصيد ومركز ثامن في الترتيب. البرازيلي مانيس يفضل طريقة اللعب 4-2-3-1 ويعتمد على لعب الكرة الشاملة، خصوصاً مع امتلاكه لعدد من مفاتيح اللعب أهمها الأوزبكي مشاريبوف وعبد الفتاح عسيري صاحبا الانطلاقات الخطيرة والسرعة والمهارة، بجانب أخطر الأسماء النصراوية البرازيلي تاليسكا النشط دائماً وذو النظرة الثاقبة. وفي المقدمة يأتي أخطر الأسلحة الهداف الخطير عبد الرزاق حمد الله، والذي سيكون مصدر إزعاج كبير للدفاع الاتحادي. في الجهة المقابلة يخوض الاتحاد المواجهة منتشيا بانتصاره العريض على أبها بسداسية في الجولة الماضية، ويتطلع للفوز ومواصلة نتائجه المميزة، 9 نقاط يمتلكها الاتحاد ويسعى لزيادتها والبقاء منافسا. الروماني كوزمين الذي وضع بصمته التكتيكية في أول مباراة له مع الفريق يعتمد على طريقة اللعب 4-4-2، يمتلك عددا من الأدوات التي من الممكن أن تجلب النقاط 3، في مقدمتهم البرازيلي كورنادو صاحب المهارة العالية والقراءة المتميزة، بجانب الثنائي كريم الأحمدي وعبد الإله المالكي المميزان بمجهودهما الوافر وعملهما الدؤوب في المنتصف. وفي المقدمة يتواجد البرازيلي رومارين هو القناص الخطير للكرات الذي يعرف طريق المرمى جيدا، وفهد المولد السلاح الأبرز على الخارطة الاتحادية. كلاسيكو النصر والاتحاد، الأنظار تتوجه صوب ملعب مرسول بارك والعشاق على موعد منتظر. 8:30 من مساء الغد، العملاقان وجها لوجه، العميد وفارس نجد.